أحسن الله إليكم. بآخر أسئلته يقول: هل حقا كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان أن الذي يقرأ القرآن مع أحكام التجويد أنها وسوسة من الشيطان؟ نعم، المبالغة في ذلك. ابن القيم يقصد موسوسة القراء الذين يبالغون في مخارج الحروف وفي الغنة وفي المدود، فالمبالغة هذه منهي عنها. أما التوسط في أحكام التجويد هذا شيء مطلوب، لأنه من إتقان التلاوة توسط في هذا. نعم.